بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم زكي، وكم من أمر تسال به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. فإذا ما ضاقت بك الأحوال يوما فسر في رحاب الله الواحد العليم، ولا تجزعن إذا ما مات حب. فكم لله من سر خفي تشفع بالنبي في كل أمر، فوالله ما خاف عبد قد تشفع بالنبي. ليس البقاء وإن أطيل بمقنعي، الخب أعظم قيمة من أدمعي. تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بأجل من ذاك المصاب وأوجعي. فقد النبي فأظلمت كل الدنا، والحزن أحل بكل قلب موجعي. ما زادت القرآن في آهاديا ليهدي الأناب بنوره المتشعشعي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذه الساحة القاهرة، من بلدة العلم والعلماء، ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني في ليلة تكريم عميد عموم عائلات تاج الوالد الكريم عبد الحاج علي تاج عليه من الله عز وجل سحاب الرحمات ونسائم المغفرة. مشاركة لأبنائه الكرام، جئنا مشاركة المعلم محمد علي تاج والمعلم محمود علي تاج والمعلم السيد علي تاج والأسطى إبراهيم علي تاج، ومشاركة لأشقائه الكرام ولأبناء عمومته، كما جئنا مشاركة لعلب الواجد ورمز الأدب صاحب الدعوة الكريمة الأستاذ وليد تاج صاحب مجموعة فيهات الحكمار، ومشاركة أيضا لرمز الرموز الواجب الأستاذ أحمد حفظي وأشقائه الكرام في هذه الليلة القرآنية. تسعى محافظة البقالية ومركز ومدينة كنس باستضافة موكبة من السادة الأعلام أعلام التلاوة، كتب التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، قارئ الإذاعة المصرية الدكتور عبد الناصر حطب، ونشر قراء محافظة الغربية. ونسعد سويا باستضافة أحد رواد الجامعة العمرانية وابن محافظة القاهرة وقارئ الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى ابن مدينة القاهرة والمقيم بالقاهرة. ونسعد سويا باستضافة أحد قراء الشباب جمهورية مصر العربية، نجم قراء محافظة التقالية فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله. كما نسعد ايضا باستضافه ايضا احد قراء الشباب فضيلة القارئ الشيخ عبد الله السيد عبد الله في هذه الليلة القرآنية لناخد اذاعات القرآن الكريم ولؤلؤة الإنارة لعميد الصوتيات الحاج عبد سكر واولاده، ومن داخل قصر ضيافة المتنقل لاسطول الفراشة المتنقل فريق عمل الامراء الحاج وجيه الحسنين، ومن داخل ضيافة عملاق ضيافة جمهورية مصر العربية بوفيه الحكمار الأستاذ وليد تاج عبر شاشات مواقع التواصل الاجتماعي، عملاق التصوير بجمهورية مصر العربية المهندس محمد بوفيه. وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين عبد الوهاب عيسى وزميل الإعلامي الأستاذ أحمد السيد. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون لنعيش في مستهل هذا اللقاء الإيماني في ليلة تكريم عميد عموم عائلات تاج الحاج علي تاج بأحد
عنوان مملكة النجر سفيرا لسفراء مصر للعالمين العربي والاسلامي صاحب الشعبية الجارفة حول بلدان العالم الاسلامي صاحب الصوت الذي امن على يديه كثير من الجاليات العربية والاجنبية حول بلدان العالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر عطر ادعوه الى منصة القراءة وليتفضل قصورا. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. يا رب كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون
ذلك من عزم
زاهدا ربنا يبعد يا رب تكبر وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات السماوات والأرض
الله على جمال النبي. يا حاج ربنا يحافظ عليك يا دكتور. واحد الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله اذكر الله الذين يذكرون يتفكرون ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله في
في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون
نادي أن ينادي
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات
لَيُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على محسن ونزلناه تنزيلا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة والتي امتع بها القلوب، قرئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي، سفير من سفراء القران الكريم في جميع الدول الاسلاميه، هذا القمر اللامع والنجم الساطع وفخر قراء محافظه القاهره، فضيله القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، قرئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهره، ونقلت على اقوى الاذاعات المحليه متنقله عبر انحاء الجمهوريه والاضواء الكهربائيه الحديثه ومحطات الديزل الكبرى المتنقله عبر انحاء الجمهوريه تحت اداره اولاد الحاج عبدو سنجر بمركز ومدينه كرمز، تحت اداره المهندس اشرف سنجر والمهندس السيد سنجر من داخل مخازن الفراشه الكبرى وعلم فراش الجمهورية مصر العربية الأولى، نظافة ومهارة وذكورة والأسطول المتحرك والمصرح له بالتنقل عبر أنحاء الجمهورية، فراشة الأمراء تحت إدارة الأستاذ وليد حسنين مقيم بمركز ومدينة كرمز، حكمدار الخدمات الفندقية وعميد الخدمات الفندقية الأول تحت إدارة الأستاذ وليد مقيم بمركز ومدينة كرمز، تصوير تلفزيوني والبث المباشر وعملاق التصوير متألق دائما في كل مكان، مهندس محمد مفيد مقيم بميت مزاع مركز المنصورة بمحافظة التقالية، قصة الفقيد راحل فقيد عائلات تاج مركز ومدينة كرمز يتودعون بخالص الشكر والتقدير لكل من اتى يؤدي واجب العزاء، هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء.